السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، اليوم ان شاء الله سوف نتكلم عن كيف يقوم الساحر او الساحره او الكهانه او الكهان او الكوراطا او الكوراط او العيال تيخدموا الكتاتان و تيضربوا الكارطا و تيخدموا الاعمال اليدويه للنساء، او هي تخدم شي مرا يدويا في الدار، او كيفاش داك الساحر تيراقب الحركات ديالك والاخبار ديالك وكيفاش يستخبر مكانك ومكان عملك ومكان الحمام اللي تذهب اليه والسوق اللي تذهب اليه. لانك بعض النوع من الاسحار تخدموا بالماء ديال الحمام، وهناك نوع من الاسحار تخدموا التراب ديال السوق، وهناك نوع ديال الاسحار تيكون داك الساحر تنوض مع الصباح بكري وتيرش الباب ديال السوق باش داك اول ما تيكون داخل داك الواحد تيكون داخل لهذاك السوق تيتاذى. لاش الرسول في احد الاحاديث قال قال لنا لا تكون اول واحد يدخل الى السوق فالشيطان يرفع رايته. المهم نرجعوا الكلام السري في الذكر، كيف يتم السحر ديالك؟ اما بالملابس ديالك، اما بالتصاور ديالك، اما بغض النظر الاسم ديالك والاسم ديال امك. الا الساحر ما عرفش الاسم ديال امك تيدير ابن حواء، ثم تيسحرك على البرج ديالك، هناك العذراء الحمل الدلو الى ما الى ذلك، ثم بالطبع ديالك كاين الطبع الترابي الهوائي المائي الناري، يعني داك الطبع تيقضي. مثلا انت سريع الغضب قريب الرضا زعما لو برايك تيخدمك في النار، يعني كيما تاتش على النار ولا انور ولا فران ولا بوطا ولا مجمر كيما تيتزاد حتى داك. تنشوفوا مثلا شي مسطي في الزنقه تيكون هادي الطباع ثابت، شويه تصيبو تيهز الحجر وتيضرب وتيعير تولي في قوه ديال 6 رجال ولا 7 رجال. علاش؟ ديك السعره داك الطبع ديالو هاج. الا كان هوائي ديك الشجر حرك الريح، كان ناري ديك شعلات شي عافيه في ديك البلاصه مدفون فيها داك الجدول او مرشوش، كان ترابي راه في ديك البلاصه اللي مدفون فيها صحراء او فيها رمل او تراب يتحرك داك التراب، كانت مائي داك في نهر جاري اما خبيز او طيب داك الماء تحرك داك الماء. المهم حسب الطبع ديال تيحسب لك داك الساحر، مثلا تيحسب لك ما يسمى في عالم السحر بالابجديه، بابجدين هوازين حطين كلمين صعبتين قريش تاخذ دخشين. مثلا الالف تتقرا واحد، الباء تقرا جوج، الجيم تقرا ثلاثه، الدا تقرا اربعه، وهكذا. لان معرفه خطه العدو نصف هزيمته، يجب معرفه هذه الاشياء لمحاربه فيها هذه الاشياء. ثم تضرب في اربعه الابراج، في اربعه الطبائع، ناري ترابي هوائي مائي، او في 12 برج. واللي بقى لي بقى لي واحد راك ناري، بقى لي جوج ترابي، بقى ثلاثه مائي، بقى لي اربعه هوائي، هكذا. ثم تقول الصور، ليش الصوره؟ لان الصور اثار ديالك الشخصي، يعني والدليل القاطع على ذلك الجني عندما يريد خدمه ذلك السحر يمشي ذاك العنوان الصحيح. لان شحال من واحد سميتو محمد ابن فاطمه، كاين مليار واحد سميتو محمد ابن فاطمه، شحال من واحد سميتو عباس ولد الزهره، كاين 7000 هاد الزهر. يعني خاصنا نشدوا الاثر ديال الانسان باش تسحر ذاك الانسان بالطبع. لهذا حافظوا على الصور ديالكم وحافظوا على الاثار ديالكم، خصوصا المسائل ديال الاستحمام، وحضوركم في الحمامات، حضوركم في تكون وسط شي اعداء، ماشي وسط التراب، ما تشدوش شي حاجه مع شي انسان اللي ما تثقوش فيه، قهوه، شاي، لبن، كسكروت في الزنقه، شي حاجه وجبه سريعه، كذا الى ما الى ذلك. نكتفي بهذا القدر وتتم في فيديو الاخر ان شاء الله.